بالنسبة لي أنا المسابقة هذه حلمة رجعتها كوسموس حقيقة، خاطر عندي مدة نخمم باش نخدم الأفلام الوثائقية ولا القصيرة في المجال البيئي، وبالحق ما لقيتش منين ندخل للدومين، ما لقيتش منين نبدأ. هذه إن شاء الله تكون بداية. الفيلم الوثائقي اللي باش نتناوله باش يحكي على معاناة متساكني ريف الغرة من منطقة غار الدماء بولاية جندوبة مع شح المياه اللي نعانيه فيه تونس الكل. لكن كي تحكي أنت على منطقة ريفية وثاني أعلى قمة في البلاد والتساقطات متاحة الهامة، وتلقى لناس بالحق تعاني من نقص في الماء وناس مهددة في الغذاء كيفنا كيفهم، دونك تولي هوني فما ناقوز خطر قاعد يدق، وإحنا يلزمنا نسلطوا عليه الضوء. وفرحانة برشا بهالتجربة، وميرسي كوسموس على التجربة، وشكرا لكوسموس وشركائها على هالفكرة الحلوة وعلى هالإطار الحلو وعلى التكوين وإتاحة الفريق وإتاحة الفرصة وإتاحة الوسائل.